علينا أن نسلم دون شك بما قد جاء في وحي السماء. علينا أن نسلم دون شك بما قد جاء في وحي السماء، فمن فيه يجادل سوف يشقى ويغرق في بحار من عناء، ويغرق في بحار من عناء. فحاذر أن يساق إليك قول من التشريع باد في جلاء، فتسمعه بلا أي اهتمام وتحقره كرهط الأغبياء. فإن المؤمن الراجي نجاة ينفذ وحي ربي باعتناء، ينفذ وحي ربي باعتناء. يلين فؤاده دوما إذا ما أتاه ولا يضل إلى انتقائه، وجعل الوحي مرجع كل أمر يدل على التوكل والذكاء. فحاذر أن تعجز قول وحي بقول لابن آدم كالهباء، بقول لابن آدم كالهباء. وحاذر أن تجادل فيه كي لا تصاب بسخط ربي والشقاء، فإن كتاب ربي ليس فيه نقاش قوله ضوء اهتداء، قوله ضوء اهتداء. ومن في نفسهم شر تراهم لمن ساق الدليل ذوي عداء، ويحتقرونه من غير جرم فما قد جاء إلا بالدواء. فحاذر ذا الطريق ورح سريعا، فحاذر ذا الطريق ورح سريعا، لعلم الشرع علم الأصفياء، وطف بربوعه من أجل بحث بلا ملل ومن غير اكتفاء، لتصنع منه حصنا ذا صمود وتحرز فضل سبق وارتقاء، لتصنع منه حصنا ذا صمود وتحرز فضل سبق وارتقاء. عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهد، أنت تحب الخير لك ولأصدقائك، أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك، وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق. جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له. ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع، واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع، فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى. موقع لينور الإلكتروني www.linur.com. اللهم اجعل لي نورا.